أهلا بكم من جديد. الفطر الأسود المميت من أكثر الأمراض التي شغلت بال الكثير في الآونة الأخيرة، خاصة مع انتشاره في الهند، مما تسبب في الكثير من الوفيات الناتجة عنه. والفطر الأسود هو عدوى فطرية تهاجم الأشخاص الذين أصيبت أجهزتهم المناعية بالضعف نتيجة فيروس كورونا. فما هو الفطر الأسود وهل سينتشر في العالم؟ ولماذا زادت أعداد المصابين في ظل جائحة كورونا؟ مشاهدينا، دعونا نتابع هذا التقرير المكتوب الذي يتحدث عن سبب انتشاره ومصدره، ومن ثم نبدأ النقاش مع الضيوف. أبدأ بالترحيب بضيوفنا. معي من اليوم في فرنسا عبر السكايب الأخصائي في علم الفيروسات الدكتور يحيى مكي. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. كما وانضم إلينا الطبيب والباحث في كلية الطب بجامعة كاردف في بريطانيا الدكتور محمد الحاج علي. أهلا بك. وسيلتحق بنا بعد قليل الطبيب الدكتور محمد الأمين شيبان من الجزائر، هو معنا الآن. أهلا وسهلا بك سيدي. شكرا لحضوركم ضيوفنا الأفاضل، وأتمنى أن تكون هذه المادة مهمة للمشاهدين أيضا الذين يشعرون اليوم في نوع من القلق والخوف. دكتور يحيى مكي، أهلا بك. يعني كيف تفسر ما يجري؟ كل يوم نسمع بمصيبة جديدة لا سمح الله، يعني لازلنا لم ننتهي من معاناة كورونا وإلا جاءنا هذا الفطر الأسود. هل لك أن تضعنا في صورة ما يجري؟ تفضل سيدي. تحيتي لك وللأساتذة الأفاضل الضيوف الكرام من الجزائر ومن بريطانيا، وأشكر إذاعة المغربية التي تتيح لنا هذا المنبر المنير. شكرا. حتى نوصل المعلومات العلمية الحقيقية بأن وباء كوفيد ومرض كوفيد 19 الذي يسببه سارس كوف 2 هو وباء كل مرة أو كل ما يظهر في موجة يبين لنا آثار جديدة وأمراض جديدة، ومن بينها التي تفضلتينا الكلام عنها وهي الفطر الأسود أو الفطريات التي تعطي هذا المرض الأسود، الذي أصحح في التقرير كتبوا بأنه فيروس موجود في التربة، ليس بفيروس بل هو من الفطريات، أي من عائلة يعني كاين الطفيليات وكاين البارازيت
والشامبينيون. فهذه فطريه عائله الشامبينيون من الفطريات تسمى بالفطريات التي معظم الوقت تصيب الانسان عن طريق الانف والفم. ونحن نعلم هذا ونعرف هذا، والاطباء الاستاذ شيبان والاستاذ الكريم من بريطانيا سوف يفسرون هذا احسن مني، لانه كل من هو مصاب بنقصان في المناعه مثلا، خاصة الذين يزرع لهم النخاع العظمي الذين لهم بيضاض حاد لوسيمي أو لوكيميا، سواء لوسيمي ايجو بيضاض حاد أو لوسيمي كرونيك أو لوكيميا مزمنة، فينقص عندهم عندما نزرع لهم النخاع العظمي فينقص عندهم مناعة ويصابون بشدة بهذه الطفيليات، وخاصة ما يسمى الأسبرجيلوس، وتصيب الرئتان وتعطي أثر كبير في الرئتان. وسابقا لم تكن لنا أدوية قوية، فكان معظمهم يتوفون بهذه الفطريات. بينما الفطريات التي انتشرت في الهند لماذا لم تنتشر في أوروبا، ولماذا لم نراها في أوروبا أو في أمريكا؟ لأن النمط الحياتي والمستوى المعيشي الرفيع والمستوى الصحي كذلك الرفيع لم تظهر هذا، بينما ظهر في الهند، لأن الهند مليار وما يفوق 300 مليون نسمة، فتقريبا 200 مليون نسمة يعيشون كالنمط الأوروبي، لكن الباقي حدث ولا حرج في يعني مستوى معيشي ضعيف جدا. نعم صعب، ليس فيه قنوات لتصريف المياه، ليس فيه حتى في الحياة المعيشية في النظافة في المستشفيات، وهذا رأيناه. ولذا الموجة الثانية في الهند كانت كارثة وطامة كبرى. فهذه نظرا للنمط العائشي الهند، نظرا للكثافة السكانية، يأكلون على التراب ينامون في نفس المكان، وأكرمكم الله يقضون حوائجهم من غائط وبول أكرمكم الله ومع كل احتراماتي في نفس المكان. فهنا عندما لحقهم الكوفيد حتى في البادية، وانتشر اليوم في أكثر في هذا الأسبوع في البوادي في الهند، فبالنسبة لعدم النظافة وعدم الفيتامينات وعدم الغذاء الطيب والمرتفع، فانتشر هذا الفطريات هذا المرض الذي ينتقل كذلك عن الفم والأنف، ومنها إذا تكاثر فيدمر الخلايا النسيجية التي سواء اللسان سواء الشوارب سواء إذا وصل إلى العين فيعمي العين. ولذا رأينا عدد كبير من الجراحين إذا أصيبت عين فينزعونها تمام حتى لا تصيب العين الأخرى وحتى لا يصل إلى الدماغ، لأنه إذا وصل إلى الدماغ فالوفاة تقريبا 60-70%. فهذا ظاهرة جديدة، كما ظهرت نحن عندنا مثلا في أوروبا ظاهرة التهاب الشرايين الصغير التي تظهر حتى على الجلد، ومنها رأينا بأنه التهاب حاد ويعني حتى اللون الأزرق في الجلد، وهو ما يسمى بالترومبوز، تخثر الدم في الشرايين الدقيقة. وهنا ما رأيناه عند كل الاخصائيين في الأمراض الجلدية سواء في الأيادي أو في الأرجل، وهذا كان ظاهرة جديدة بالنسبة لهذا المرض. وسوف تعودين، أترك لا. المجال لأساتذتنا حتى يفسروا. شكرا بقى. شكرا دكتور يحيى. أذهب للحديث مع الدكتور محمد الحاج علي من كاردف في بريطانيا. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. حسب ما فهمت من كلام الدكتور يحيى مكي، المرض الفطر الأسود هو موجود ولكن ينتشر في بيئة ويختفي في بيئة أخرى، ولكن التخوف يعني أصبح بالنسبة للناس تحدثوا عن الموضوع وعن تخوفهم من هذه المشكلة بعد إصابة أشخاص في مصر على سبيل المثال. هل لأنه البيئة متشابهة برأيك، أم أنه هذا الفطر الأسود قد ينتشر بين الأشخاص وبالتالي يصبح وباء؟ أسعد الله مسائك أنسة وجدان، ومساء ضيوفك، ومساء السادة المشاهدين متابعي قناتكم الكريمة. شكرا. إذا سمحتي لي أن أعقب أولا على مسألة الفطر الأسود. الفطر الأسود موجود في الأحوال العادية، فهي ليست جائحة تنتشر الآن مثلا أو وباء ينتشر بين البشر وينتقل من منطقة إلى منطقة أخرى. هو موجود في التربة العفنة، في التربة الرطبة، موجود في الفواكه والخضروات المتحللة والمتعفنة أيضا، وهو ما نسميه بالأخماج الانتهازية opportunistic infections. بالتالي إذا ضعفت مناعة جسم الإنسان لأي سبب كان، سواء ذلك أدوية مثل مثبطات المناعة أو تناول الستيرويدات الكورتيزون لفترة طويلة مثلا، أو عند بعض الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري الذين تضعف مناعتهم على المدى الطويل، فتأخذ هذه الفطور هنا
الفرصة وتنتهز الفرصة، ولذلك نسميها هنا بالانتهازية، وتنتقل وتصيب جسم الإنسان. هناك طريقين رئيسيين للإصابة هنا بالنسبة لجسم الإنسان. قد تكون هذه الإصابة جلدية عن طريق تماس هذا العفن مع جروح أو خدوش موجودة على الجلد والأغشية المخاطية، أو أن يكون ذلك عن طريق استنشاق هذه الأبواغ ووصولها إلى الجهاز التنفسي، إلى الرئتين، ومن ثم الجيوب الموجودة في الوجه، الجيوب الفكية والجيوب الهوائية. الإصابة تنتقل بعد ذلك في الوجه إلى العينين، أنسجة العينين وما حول العينين، وقد تنتقل في المراحل النهائية إلى الدماغ، وتكون الإصابة عند ذلك إصابة قاتلة. هذه العدوى لا تحدث بالانتقال والملامسة من شخص إلى شخص آخر. مثلا إذا احتكيت مع شخص مصاب بالفطر الأسود، معنى ذلك أنني سأصاب به؟ لا، تعتمد بشكل أساسي هنا على وجود تثبيط للمناعة وضعف لجهاز المناعة، وبعد ذلك يحدث الانتقال إما عن طريق الملامسة كما قلت بخدوش وجروح جلدية، أو عن طريق استنشاق الأبواغ السبورز بالجهاز التنفسي. الإصابات التي حدثت في مصر قد تكون عبارة عن يعني مجرد صدفة محضة هنا عند أشخاص حدثت لديهم تثبيط في المناعة، يضاف إلى ذلك سوء التغذية مثلا، نقص التغذية، عوامل أخرى موجودة لديهم وحدثت هذه الإصابة. الإصابة في الهند تفشت لعدة أسباب، إضافة إلى ما ذكر ضيفك الكريم هنا، هناك أيضا الاستعمال الواسع وغير المقنن للاستيرويدات أو الكورتيزون عند شريحة واسعة من مرضى الكوفيد 19، وهذا أدى إلى المزيد من تثبيط المناعة هنا، وبالتالي إعطاء الفرصة لهذه الأخماج الانتهازية لتصيب جسم الإنسان، وهو ما شاهدناه هناك. أريد أن أعقب وأعطي مثال بسيط على الاختلاطات التي نتجت عن هذا الفطر، وهو الفطر الأسود هنا، أن الإصابة العينية في الهند كانوا يشاهدون عدد الحالات عند اختصاصي أمراض العين 4 إلى 5 حالات في العام الواحد، والآن عدد الحالات 5 إلى 6 حالات يومياً تراجع، ومع الأسف 60% من تلك الحالات التي تحدث فيها الإصابة العينية تنتهي باستئصال إحدى العينين. يعني يقال دكتور محمد الحاج علي حوالي 9000 إصابة من الفطر الأسود، يعني هذه الإصابات وجدت في مرضى كورونا. أكيد طبعا، هي ليست يعني اختلاط لكورونا نفسه يعني أو بعلاقة سببية مباشرة مع كورونا، هي عبارة عن يعني كما نسميها نحن في معركة حقيقة مع هذه الجائحة، وهذا ما نسميه بالكولاترال دامج، يعني هناك أضرار جانبية تحدث هنا وهناك أو اختلاطات جانبية، هذه إحدى الآثار أو المشاكل الجانبية مع الأسف التي قد تظهر في هذه المعركة طويلة الأمد مع الكوفيد 19. نعم. وهذا ما شاهدناه هنا في الهند، مثل الفطر الأبيض أيضا، وهي إصابات أخرى حدثت وشهدت عند عدد من المرضى. ويقال أنه في فطر أصفر كمان، الله يسترنا دكتور. نعم. اسمح لي أذهب إلى الجزائر، معي من هناك الطبيب الأستاذ دكتور محمد الأمين شيبان. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، شكرا لانضمامك إلينا. الفطر الأسود في الهند يحدث رعبا حقيقة، وهناك مخاوف من أن ينتشر عالميا، كيف بالإمكان أن نشرح للمشاهدين الأفاضل في ضرورة تجنب الإصابة وبالتالي التركيز على تقوية المناعة، بما أنه هذا الفطر الأسود يعني يضرب أصحاب المناعة الضعيفة؟ صحيح أخت وجدان، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. سلام على زملائي خاصة الدكتور يحيى، أهلا بك. كانت في فرصة أن شاركت معه أيضا مع القناة المغربية، وزميل ضيف الثاني، تحية لكم جميعا المشاهدين. شكرا. قبل أن أجيب على السؤال أود أن أترحم على أستاذ إطار الصحة، وهو كان رئيس مصلحة الأمراض الداخلية بالمستشفى الجامعي بمسقط باشا، وكان عميد كلية الطب، فقدناه مؤخرا من جراء هذا الوباء الخبيث، ألا وهو البروفيسور موسى عرادة رحمة الله عليه وعلى كل أطباءه منذ بداية الوباء هذا أكثر من 2 سنين.
وقت وجدان نعم، بعد ما أن المنظمة الصحية العالمية للصحة بدأت أن ترتاح شوية من تحكم نسبيا يعني على هذا الوباء تاع الكوفيد، فها الآن قدرة الله فالآن رانا نواجهه في قضية أخرى أكثر، وهذا بعد ما كان المتحور الهندي والمتحور البريطاني والبرازيلي والجنوب الإفريقي، فها نحن الآن نواجه نوع آخر من هذا المرض، وهو هذا الفطريات هذا الأصفر والأسود والأبيض. فبدأ في بداية شهر ماي في منطقة في الهند في شمال الهند وهي تسمى غازيابات، فإلى حد الآن على حسب المنظمة العالمية للصحة فلقد تم تقريبا يعني الكونتاميناسيون 10,000 هندي يعني. فالآن نحن صراحة رانا في خوف من هذا الانتشار نتاع هذا المرض هذا، كما تفضلوا زملائي المحترمين ووضحوا لك كيف يعني ينتشر هذا الوباء، هذا المرض هذا أصبح وباء أيضا. فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفينا، ولكن أود أيضا كما تفضلوا الزملاء يعني هو نقص المناعة وتناول هذا الأدوية مثل الاسترويد، وخاصة عند بعض الأشخاص اللي راهم عندهم مرض السكري الديابات. فنطلب من الله العفاء إن شاء الله من هذا المرض هذا. أما بالنسبة لسؤالك أخت وجدان بالنسبة لي ما هي الطريقة، هو أحسن شيء على حسب المنظمة العالمية للصحة يقولون أن إذا مجرد يعني غسل اليدين يعني نظافة الجسد يعني أو استعمال الجيل الهيدروألكولي هذا المعقم هذا 35% نقدر نتفاداو هذا مرض الكوفيد. وهذا هذا الوباء الجديد هذا راه نفس الشيء يعني نفس الكوفيد نفس الأعراض، ما عدا راه أكثر خطورة لأنه كما تفضلوا الزملاء يقيس الأنف والعين والمخ أيضا والرئة. دكتور شيبان أيضا هذه المعقمات تعبتنا يعني رائحتها القوية النفاذة أحيانا تزعج وقد تسبب بعض الحساسية عند الناس أيضا. تمام، ولكن كما نقولوا باللغة الفرنسية نو نافون با لو شوا، ما عندناش حل آخر. غسل اليدين، نعم غسل اليدين بالماء والصابون يعني النظافة باختصار. دكتور شيبان حدثنا عن الوضع الوبائي في الجزائر تحديدا، خاصة أنه الآن واضح أن هناك في غضب لدى الجاليات الجزائرية في الخارج من محاولة في قرار فتح الأجواء والسفر إلى الجزائر، ويقال أن هناك حجر صحي وبعض الشروط القاسية التي قد تمنع الكثير من الجزائريين بالعودة إلى وطنهم لزيارة العائلة أو لقضاء الصيف مع الأسرة. كيف هو الوضع الوبائي الآن وهذه التعقيدات يعني هل هي في محلها اليوم؟ والله يعني نسبيا نقدر نقول راهو تحكمين على هذا الوباء كوفيد. نعم. يعني صراحة لما نقارنوا روحنا مع بلدان أخرين صراحة يعني نقدر نقول باللي عندنا يعني تتمكننا، أما فيه بعض النقائص من بينها يعني التلقيح. لا احنا رانا تحصلنا الى حد الان على نقدر نقول يعني ماكسيموم 1.5 مليون جرعه تاع الفاكسان، في الوقت لما نقارنوا رواحنا مع المغرب الشقيق البلد الصديق والشقيق اللي هو الى حد الان تمكن بتلقيح اكثر من 8.5 ملايين يعني بالواطنين المغاربه، 5 ملايين تقريبا اللي تحصلوا على لي دو دوز يعني والحمد لله، و8 ملايين اللي تحصلوا على الدوز الاولى يعني. نعم. احنا رانا بعاد يعني نسبيا لما نقارنوا رواحنا بلد مثل الجزائر بلد يعني غني والى اخره، ولكن رانا بعاد كل البعد على المفروض يكون يعني. اما القضية تاع فتح الحدود هذا نسبيا نعم نتأسفوا لما نشوفوا الجالية الجزائرية قات منذ تقريبا أكثر من سنة وهي ما قدروش يتصلوا ببلدهم
ولكن هذا واش نقدر نقول لك، هذو السلطات هما اللي راهم قاعدين يسيروا في هذا الامر هذا. والحمد لله يعني فتح الحدود الان ولو نسبيا، هذا يعني بدايه يعني ان شاء الله يكون فيه اكثر في المستقبل ان شاء الله. نعم. سيدي الكريم أرجو أن تبقى معنا. أنتقل إلى الدكتور يحيى مكي. دكتور يحيى أطلنا عليك، السؤال الذي يطرح نفسه، هل التطعيمات المتاحة اليوم للوقاية من مضاعفات كورونا هل تمنع الإصابة بالفطر الأسود أم لا؟ نعم، التطعيم مهما كان التطعيم باللقاح الأمريكيان الثلاث سواء الفايزر موديرنا أو جونسون جونسون، اللقاح البريطاني أسترازينيكا، اللقاح الصيني له لقاحان وسبوتنيك، فكل هذه اللقاحات مفيدة جدا وناجعة، فيها 92% 95% فيها أقل جونسون جونسون وأسترازينيكا ما بين 50 إلى 70 إلى 79% على حسب السن الذين يتلقون اللقاح، لكن ولكل له آثاره الجانبية، ليس فيه لقاح بدون آثار جانبية، هذا مفهوم. لكن هل اللقاح، نعم اللقاح يحمينا أولا وقبل كل شيء. دراسة علمية درستها البارحة وكنت في محاضرة علمية منذ تقريبا كل صباح يوم الجمعة، أثبت بأنه كل اللقاحات الموجودة على السوق تحمينا من كل النسخ ما عدا النسخة الجنوب إفريقيا، لأنه في النسخة الجنوب إفريقيا فيها تغير في المكون التركيبة الأحماض الأمينية التي تتحكم في الغلاف، البروتين الغلافية المسمار البروتين S البروتين سين، فهنا فيه تغير في 484 المنطقة وفيه تغير يعني في منطقة أخرى التي ضع منه مركب حمض أميني، فهنا النسخة الجنوب إفريقية أظهرت بأنه تستعصي إلى نوع ما على اللقاح، لكن في مجمل اللقاحات كل من يتلقى اللقاح محمي ضد كل النسخ الكوفيد 19 أو سارس كوفيد 2 سواء الأولى التي ظهرت في ووهان أو التي تغيرت دال 614 جيم أو 501 بريطانية 501 الإفريقية أو البرازيلية حتى الهندية تحمينا. وكيف تحمينا؟ إن لم تحمينا 100% أو 90% كل من هو تلقى اللقاح وخاصة الذي تلقى اللقاح جرعتان كما ذكر الأستاذ شيبان فإنه محمي، وإن أصيب بنسخة ما أو طفرة ما، لأنه عندنا تقريبا حاليا في التغيرات إلا في الغلاف البروتين الغلافي S ما يفوق 4000 تغير طفرة، وإذا درسنا كل الفيروس يفوق 13000 تغير من التركيبة، لكن التغيرات ضئيلة جدا ولا تغير مركب الفيروس. فهنا كل من تلقى جرعة من اللقاح أي ما كان اللقاح فيحمي نفسه، وحتى وإن أصيب بطفرة ما لا يمرض مرض خطير ولا يصل إلى العناية المركزة وإلى العلاج ولا يتوفى. ولكن دكتور يحيى عذرا على المقاطعة، ماذا عن الفطر الأسود؟ هل الفاكسين أو المطعوم يحمينا من هذه الأمراض؟ لكي أصل إلى التفسير على بالنسبة للفطر الأسود أو كما ذكرتين الأصفر أو الأبيض، نعم كيف يحمينا؟ لأنه كل من هو متلقح فله أجسام مضادة، فعندما يدخل الفيروس فالفيروس لا يستلزم المريض الذي أصيب بفيروس الكوفيد 19 أو سارس كوف 2 بفضل اللقاح والأجسام المضادة التي هي في موجودة في الغدد اللمفاوية والتي هي في الدم وحتى في الحنجرة الإي جي أي والإي جي أم والإي جي جي خاصة، فهنا محمي فلا يصاب بإصابة كبيرة ولا يكون فيه إجابة مناعية التهابية قوية بالسيتوكاين، وهنا لا يستحق العلاج بالديكزوميتازون وبالستيرويد كما ذكر الأستاذ محمد الحاج علي من بريطانيا والأستاذ شيبان بأنه السبب الخطير هو أنه كل من أصيب بهذا يعني في الدراسات التي يعني كل معطيات تقول بأنه السبب هو هذا الدواء الذي نعطيه لكي يخفف من المناعة، فتخفيف المناعة هو الذي يسبب انتشار هذا الفطر الأسود والإصابات. فنعم اللقاح يحمينا غير مباشرة، يحمينا ضد الفطر الأسود لأن الإنسان الذي يكون متلقح لا يستحق الدواء بالديكزاميتازون وبالستيرويد أو الكورتيكويد حتى يعفى من الفيروس، بل يكون له دواء خفيف ضد الحمى أو ضد السطر أو ضد الألم، وهذا ينجينا ويحمينا من الفطر الأسود. اسمح لي دكتور أنتقل إلى دكتور محمد الحاج علي. دكتور محمد، يعني عندما نتحدث عن العلاج الخوف من انتشار الفطر الأسود أو الفطريات الأخرى الأبيض والأصفر، هل سبب
بسببه عدم توفر علاج لهذه الفطريات، أم بسبب خطورته إذا ما صاب الإنسان، أم شيء آخر؟ يعني كيف لك أن تفسر حقيقة المعالجة، معالجة هذا الأمر؟ مدام وجدان، كل هذه الأنواع من الفطريات لها علاجات، نعم، ونتعامل معها بشكل دائم، سواء كانت الفطر الأبيض الموجود في الفم الذي نشاهده عند بعض مرضى السكري أو مثبطي المناعة أو الذين يأخذون بعض الأدوية بعد زرع النقي مثلا. هذه الحالات تشاهد دوما ولها علاجات طبعا، وهي مضادات فطرية. وكذلك الأمر أيضا بالنسبة للفطر الأسود. ما حدث هنا في مسألة الكوفيد 19 بعد استخدام الاستيرويدات كما قلت أنا بشكل غير مقنن وبشكل غير مضبوط، وأدى إلى تثبيط المناعة بشكل كبير وإعطاء الفرصة لهذه الأخماجة الانتهازية طبعا، مع بعد الإصابة بالكوفيد 19 وبوجود مناعة مثبطة وأخماج انتهازية وبظروف صحية أيضا وظروف حياتية بشكل عام، يعني دون المستوى الأساسي طبعا، كل ذلك يتضافر بأن هذه الفطريات تكون غازية أكثر ويكون تأثيرها على جسم الإنسان أكبر. ولكن من حيث العلاج، العلاج موجود منذ سنين طويلة، وحتى أول حالة فطر أسود يعني تتحدث عنها الأدبيات الطبية كانت في العام 1876، يعني منذ حوالي تقريبا 140 عام 150 عام تم الحديث عن تلك الفطريات، فهي موجودة، والعلاجات أيضا الخاصة بها نعم. دكتور محمد الحاج علي، يبدو أنه قطع الاتصال معه. دكتور محمد، على كل حال أذهب إلى الأستاذ الدكتور محمد الشيبان من الجزائر. دكتور محمد، عندما نتحدث عن إمكانية انتشار الفطر الأسود، لأنه الخطورة كما سمعنا تكمن في أنه نسبة كبيرة من المصابين به من الصعب أن يتم إنقاذ حياتهم، هل في إمكانية للانتشار فعلا حول العالم كما حدث في التحورات، تحورات فيروس كورونا، حيث مثلا التحور الأخير في بريطانيا هو التحور الهندي؟ نعم، مثل التحور الهندي نفس الشيء ممكن، ونطلب من ربي سبحانه وتعالى أنه ما يمسش البلدان الفقيرة. لما تشوفي الأخت وجدان أن إفريقيا لها أكثر من مليار نسمة، وإلى حد الآن يعني المنظمة العالمية للصحة عن طريق كوفاكس ساعدت إفريقيا ب 20 مليون يعني جرعة، هذا بالنسبة لكوفيد فقط، يعني 20 مليون واش راح تجيب لك يعني من العلاج إلى مليار إفريقيا. فنحن صراحة نحن رانا متخوفين كثير من هذا الوباء الجديد، هذا تاع الشامبينيون نوار والأبيض والأصفر، وخاصة يعني اللي جاي من الهند، لأن الآن في تعرفي وجدان الحدود مفتوحة والاتصالات موجودة وأصبح العالم يعني قرية، فلابد أن المنظمة العالمية للصحة تطرق لهذه القضية بجدية، وإحنا ما علينا إلا أنه نحافظوا على أرواحنا وعلى نظافة الجسد والأيدي. الحمد لله يعني نحن كمسلمين يعني رانا عنا نقدر نقول أنه ربي يعني نعمنا بهذا نعمة الإسلام. لما نشوفوا في الهند يعني لما كيفاش كما تفضلوا الزملاء المحترمين معك الضيوف، كيف يعني في نهر الجونغ، هذا النهر الجونغ اللي يروحوا ويغتسلوا بالماء هذاك، هذا الشيء يعني احنا صراحه احنا بعيد كل بعد يعني. ولكن ما نقدرش نقولوا ان عندنا نفس الشيء في الساحل، يعني الفقر هذا ثاني ايضا يقدر ينتشر الوباء عن طريق من الجنوب يعني الى الشمال، خاصه في المناطق اللي يكون هناك فيها كثافه سكانيه. سيد الكريم، اسمح لي بعجاله اذهب للدكتور محمد الحاج علي، لم تكمل فكرتك سيد الكريم، تفضل بدقائق. بعجالة هنا أقول العلاجات بالنسبة للفطر الأسود أو الفطر الأبيض هي علاجات موجودة ومعروفة وفعالة وناجعة. ما يهم هنا هو الوقاية، يعني قبل أن نصل إلى الاختلاطات والإصابة بتلك الحالات. والوقاية هنا بشكل أساسي من حيث الوقاية من الكوفيد 19 على الخط الأول،
إن تمت الإصابة بالكوفيد 19 أن يتم استخدام استيرويدات بشكل مقنن وتحت إشراف طبي أيضا، أن يكون هناك تغذية بشكل جيد والاهتمام بالنظافة حتى نحد من الإصابة بتلك الأخماج الانتهازية كالفطر الأسود والفطر الأبيض. يبقى القول هنا حول الخروج من هذه الجائحة أنه يتحقق بتضافر العديد من العوامل، هذه العوامل تبدأ ب النظافة والسلامة الشخصية، التزام التباعد الاجتماعي، أيضا الإجراءات الحكومية وتوفير المطاعم على شكل واسع حتى تتحقق هنا المناعة المجتمعية. شكرا جزيلا للدكتور محمد الحاج علي، الطبيب والباحث في كلية الطب بجامعة كاردف، شكرا على هذه المشاركة. عودة للدكتور يحيى مكي. دكتور يحيى، يعني قبل قليل دكتور الحاج علي ذكر بأنه هناك علاجات ناجعة للفطر الأسود، ولكن تقارير تشير إلى أنه مجرد الإصابة به قد يؤدي لا سمح الله إلى إجراء عملية تفقد الإنسان بصره، استئصال العين أو ربما الفك أو الأنف، وهذه بحد ذاتها مشكلة مخيفة للبعض. فأود منك أن تشرح لنا هل بالفعل هناك علاجات ناجعة وبالتالي لا ممكن أن تنجح في عدم الوصول إلى استئصال العين مثلا أو أجزاء أخرى من الجسم؟ نعم سيدتي، كما ذكر الأستاذ محمد الحاج علي والسيد الشيبان من الجزائر، هو أنه العلاج إذا وصلنا إذا جاء المريض في الساعات الأولى، يعني 24 ساعة الأولى، وأعطيناه العلاج لأنه الدواء موجود، لأنه هذه الفطريات موجودة منذ سنين عشرة سنين وعندنا أدوية ضدها، فإذا استعملنا الدواء، لكن نحن في حالة خاصة، الهند مليار و300 مليون نسمة أو يفوق 300 مليون نسمة، مليار و300 مليون نسمة، والمرضى يعني في يعني مستوى معيشي ضعيف جدا، لا يعرفون ما هو الطبيب، لا يتصلون بالمستشفيات، يعني حتى لازم نضع صورتنا في صورة المستوى المعيشي والنمط المعيشي في هذه المناطق، فلا يعرفون كيف يذهبون الطبيب، فبقونا مدة أسبوع أو 10 أيام حتى يبدأ الفطر الأسود يدخل في العروق ويسبب في تدمير كل النظام النسيجي للسان للفم لكل داخل الفم أو حتى لعظم الوجه وفي داخل العين، فهنا يكون الوقت يعني تأخر جدا لنعطيه الدواء حتى نحميه، وهنا تبقى لنا إلا العملية الجراحية الاستئصالية حتى نحمي باقي الوجه أو لا نترك الفطريات تصل إلى الدماغ وتصيب الإنسان ويتوفى أو إلى الرئتان. فهنا يعني حاليا الهند ربما تسبق هذا بدواء ما يسمى بالفرنسية يعني دواء وقائي بريفنتيف، كل من يدخل المستشفى أو يلاحظون بأنه أصيب بالكوفيد ربما يعطوه الدواء ضد الفطريات كحماية. نعم كحماية وقائية حتى ينقص الوباء وتنقص الحالة انتشار الفيروس. ولكن هذا كما ذكرتين سيدتي وفسر يعني جدا الأستاذ شيبان من الجزائر، بأنه إن لم تكن فيه تنظيف الأيادي وتنظيم النمط المعيشي، لأنه قلت لك سيدتي فيه مئات الملايين يعيشون حياة طبيعية في الخارج فوق الرمال، يأكلون في نفس المكان، يأكلون ويشربون ويعني يتركون كل نفاياتهم في نفس المكان وعايشين على التربة، وهذه الفطريات موجودة في التربة، فهنا كيف نغير هذا النمط وكيف نغير خاصة توزيع ربما على الأقل وسائل التنظيف وتطهير الأماكن. نحن رأينا الصين، كيف الصين ما يفوق يعني مليارين نسمة، كيف استطعت الصين أن تحتوي الأمر؟ أغلقت إغلاق شامل وكامل لكل الصين واستعملت الجيش، والجيش وزع لمدة شهرين الأكل والشرب والماء، وأسس مستشفيان يعني يعالجان 45 ألف مريض، وقضوا على الجائحة ولم تكن فيه لا موجة ثانية ولا ثالثة، لأنه كان فيه نظام. لماذا؟ لأنه الهند الصين عفوا أخذت درس قوي من سارس كوف الأول في 2002 و2003 ومن إنفلونزا الخنازير H1N1 في عام 2009-2010 وحتى من مارس 2012 الذي يتنقل عن الجمل الذي هو كورونا فيروس،
تلقى عن الجمل مارس كورونا فيروس. فهنا أنا عندي بحث علمي نشرته سين في 2010 قالت إنني جاهزة لمكافحة أي جائحة وأخذ الدروس. فنحن أمريكا وما أدرك ما أمريكا أكبر بلد متضرر وعدد الوفيات يفوق 550 ألف وفيات والآثار والذين حتى شفيوا وهم بأزمة نفسية وبجهاز حتى مدى الحياة. فنعرف كيف تعاملت الهند، كانت تظهر لنا كأنه دولة قوية ربما بالأسلحة ربما بالأسلحة النووية، لكن هي أكبر مصنع اللقاح ولم يلقح شعبه أقل من 5%. وهنا الكارثة، كان يضمن الهند منذ قبل انتشار الوباء كان يطمئن العالم وحتى منظمة الصحة سوف أصل إلى 1.2 مليار جرعة لقاح أسترازينيكا في آخر سنة 2021 لأوزعها على الدول الإفريقية وجنوب آسيا. فاليوم لم يستطيع أن يلقح 20-30% من الشعب الهندي. وكما ذكر الأستاذ محمد الحاج علي والأستاذ شيبان، نحن نعرف تركيبة الهند ونعرف مستوى المعيشي للهند ونعرف المشاكل الحقيقية ورأيناه، النقص في الأكسجين، النقص في الأدوية. ولكن أيضا دكتور يحيى نفس هذا الوضع موجود أيضا في دول كثيرة في مناطقنا. لكن الحمد لله، نعم أنا أشكرك على الملاحظة. أنا كنت متخوف كبيرا على الهند، خاصة كثيرا على مصر العزيز علينا. مصر ما يفوق 105 ملايين أو 110 ملايين نسمة، نعرف كذلك النمط المعيشي ونعرف الاكتظاف السكاني في الإسكندرية وفي القاهرة. كنت متخوف على مصر، على نيجيريا، حتى على الجزائر، المغرب في العواصم الرباط وكازابلانكا، الجزائر وهران قسنطينة. لكن هنا نقول بفضل الله سبحانه وتعالى، لحد الآن أنا ثقتي بالله سبحانه وتعالى قوية جدا، وأؤمن بأن الله لحد الآن حمى إفريقيا من المحيط إلى الخليج ومن الشمال من الجزائر البوابة لإفريقيا إلى جنوب إفريقيا. لكن لماذا جنوب إفريقيا هي أكثر دولة متضررة؟ لأنه السفر نظرا لغنائها ونظرا لاتصالها ببريطانيا وأمريكا وألمانيا وكذلك أستراليا، فأكثر الدول المتضررة هي جنوب إفريقيا. ولماذا ظهرت النسخة الجنوب الإفريقية؟ لأنه النسخة الجنوب إفريقية هي تقريبا نفس التحور 501 كالبريطانية، لكن مع تغير ثاني. لماذا؟ لأن كان حفل ديني، يعني طقوس دينية أجريت في الموزمبيق وزيمبابوي وجنوب إفريقيا، وحضر فيها كل رجال الكنائس من كل العالم. وعندما عادوا إلى أوروبا إلى أمريكا اللاتينية إلى، فانتشر هذا الفيروس. فنحن نعلم بأن إفريقيا بأكملها وحتى الدول العربية ناهيك عن دول الخليج لأنها غنية والكثافة السكانية قليلة مع عدد المملكة العربية السعودية العراق وسوريا بالنسبة لمصر، لأن مصر هي بالنسبة لإفريقيا. فهنا لحد الآن حمى الله إفريقيا وحمى الدول العربية. هل لتركيبة جينية بالنسبة للتركيبة النسيجية التوافقية ما يسمى إيستو كومباتيبيليتي لوكوسيتر أنتيجين، هذا النسيج المناعي ربما متغير بالنسبة للقوقازي والهندي والأمريكي، وكذلك للنمط المعيشي؟ صح فيه فقر في إفريقيا وراء الصحراء في جنوب كل إفريقيا الوسطى، لكن النمط المعيشي وكذلك العدد السكاني في المغرب العربي وإفريقيا والعالم العربي تقريبا 70% الشبان أقل من 30 سنة، وكما نعرف بأنه 80% من الشبان لا يظهر عليهم المرض إلا إذا كان عندهم أمراض مزمنة. نعم دكتور يحيى مكي، وربما أيضا لأن هذه الشعوب تعاني الأمرين أصلا من دون هذا الوباء ومن دون كورونا، لذلك ربنا لطف فيها أكيد. شكرا جزيلا لحضرتك الأخصائي في علم الفيروسات، كنت معنا من ليون الدكتور يحيى مكي، شكرا على هذه المشاركة. وأعود بعجالة إلى الدكتور محمد الأمين شيبان. سيدي الكريم، يعني حوصلت ما سمعنا من ضيوفنا الأكارم وبما فيهم حضرتك، هل بالفعل اللقاح وتوزيع اللقاح بشكل عادل اليوم خاصة في الدول الفقيرة التي لم تصلها أعداد كافية من اللقاحات، يعني تفي بالغرض بحاجة الناس، هل باعتقادك سوف تحمي البشر، تعطيها نوع من الوقاية أو ربما تقوي المناعة من أجل تجنب الإصابة بهذه الفطريات الجديدة؟ نعم دكتور محمد، يبدو أنه الإنترنت انقطع مع الدكتور محمد الأمين شيبان. شكرا جزيلا لك دكتور، وأكيد للحديث بقية سنتناول هذا الموضوع. شكرا لمن تابعنا ونلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.